فرحة توديع الأقبية والأسطح نحو شقق محترمة لدى البعض لم تدم إلا لساعات بعد ترحيلهم إلى الموقع السكني الجديد بالحمامات، ليكتشفوا أن شققهم غير جاهزة. وهنا لا تزال الأشغال جارية بشقة أحد المرحلين الجدد. فما الذي حدث؟ وليدي فرحوني وداوني في الكاميو والموزيكا والدنيا، يقول لك الغاشي كاع فرح يكثر خيرهم علي كل أعلك ولي حالي. ما أنا حليت الباب استاليت دخلت، واش نحكي لك، لين مسها طيح، لين مسها، ومن نهار ثلاثة حتى البارح في الليل باش جاي وساولنا الماء. كي جانا داك الماء واش نقول كاع كحل والدنيا كاع مطرشه، واش نحكي لك. ومن بعد تكحشك هذاك الزيكو تاع الباتيمو هذه كاع طحت علينا بزاف لي ديفو. كاين الناس تخلوهم الماء، كاين الناس غير تلقوا لهم الماء طرد تيوات. خارج الشقق الوضع لا يختلف، فالمياه تتسرب من كل الاماكن، وعملية تزيين المحيط بغرس الأشجار لا تزال متواصلة، وفضاءات التسلية تقشفت أو أنها لم تكتمل بعد. إن أكشف المحيط تاني كله هنا أكشف ما كملوش يسمى، هما أحسب كي هضرنا معهم قال لك بلي غصبوهم سما، هما وين فينا وش حاجة شابة وين جا الوالي سما سقموا له الدعوة سما دعوة شابة. فيما كشف القائمون على مراقبة الموقع السكني لديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس أن مصالحهم تتابع انشغالات المرحلين. نقائص بسيطة ولكننا مجندون لرفع هذه التحفظات بحضور المؤسسة كوسيدار كما قلت سابقا ومكتب الدراسات. كل المعطيات تشير إلى أن الموقع السكني بالحمامات غير جاهز بنسبة 100%، فلماذا تم تسريع عملية الترحيل؟ وكيف سيتم التعامل مع نوعية بعض العمارات لتسريع تجهيزها؟